مساء الخير. ابن الأرض والتراب، ابن الطبيعة بعناصرها الساحرة المتناغمة، ابن الكلمة المغايرة، فنان حقيقي يستند إلى مثلث الكلمة واللحن والإحساس. استطاع في غمرة الرداءة والاستهلاك أن يصنع لاسمه هالة من رقي وتميز وحب والتزام، حتى بات من أبرز الأصوات الرومانسية الحالمة التي تنشد الرفعة والسمو والجمال. يسعدني الترحيب بالفنان المتعدد مروان خوري. أستاذ مروان خوري، أهلا وسهلا مرة تانية. مثل ما قلت بالمقدمة، أنا يعني في مثلث بيميز تجربتك، وحضرتك شاعر وملحن ومغني بنفس الوقت، على القليلة هو اللي مبينين الثلاث. أي عنصر أو أي ضلع من أضلاع هالمثلث هو الأهم برأيك؟ يعني مجرد ما حاولت أنه يعني اتبع ثلاث أضلاع هيدي، معناتها بكل جزء بيعني لي شيء بشخصيتي. ما في شك بضل أولى، بضل الكلمة واللحن اللي هن الأساس، هن الخلق، وما في شيء بيوازي الخلق بعتقد، أي شيء وأي محاولة للخلق. بس الغناء عطى مدى لإلي، عطى حتى مدى للحني ولا كلمتي، إنه عبر عن نفسي أكثر، الناس تتعرف علي أكثر. وما في شك إنه تجربة المسرح من خلال الغناء بتعطي يمكن وسعرها. كلمة الفنان الشامل أو لقب الفنان الشامل حلم كل فنان، بس بنفس الوقت أحيانا بيخاف الواحد أنه ضيع هوية فنان معين أو يطمس يعني جانب، يطمس جانب آخر. عندك هالمخاوف أو هالهواجس ولا لا؟ حاسس بتمكن بكل ال هي بالبداية بتكون صعبة بالنسبة للناس، للآخرين إنه يتقبلوا هالموضوع، بس أنا مع حالي لا، صدقني الأمور بتكون كتير منسجمة، لأنه هني من منبع واحد، أو موجودين أو مش موجودين. الأمور لا كانت سهلة بالنسبة لي أنا بالبداية، إني أكتب ولحن، هني بيجوا مع بعضهم، كانت عملية بس التسويقية، إنه أنا أوصل نفسي كمغني. هالمنبع شو هو؟ يعني منبعك وين؟ من وين بتغرف؟ ما بعرف إذا فينا نحدده دائما، يعني هو منبع طبيعي جدا، طبيعي مثل أي سقيط مي، مثل أي شيء. بيكتشفها الواحد، بصير يكتشفها مع حاله هو، بصيروا اللي حده يكتشفوها كمان، وبصير ينميها تمشين هالمنبع هيدا ما يجف بمرحلة من المراحل. بس شو اللي بغذيها دائما؟ ما بقدر أعرف، هي حالة من الشجن، حالة من الحاجة إنه أنا أتواصل مع الآخرين وأقدم نفسي، والفن والشعر والكلمة والغناء هن طريقة للتواصل مع الآخرين، مع الآخر دائما. بهمك التواصل مع الآخر؟ ما في شك، بعتقد هيدا غاية كل كائن حي، هو الاتصال بالآخر. نعم. اللي بتابع هيك تجربتك، بتابع أغنياتك، بشوف اهتمامك بالكلمة بشكل خاص، يعني حريص على انتقاء المفردات والتعابير والصور الشعرية وحتى الموضوعات. يعني بتجرب تبتعد عن السائد، عن المستهلك. هالحرص على الكلمة بشكل خاص، شو مرده، شو منبعه، شو الغاية منه؟ المنبع هو التركيز على نقطة، أنه الكلمة هي بنت الفكر، والفكر هو اللي بيحدد هوية الشخص. والفكر هو هو أكيد أهم شغلة اتسم فيها الجنس البشري كله سوا. لذلك هاي النقطة بتهمني أوصل من عبرها. أكيد الموسيقى هي أروع طريقة بالتعبير، بس أنا برأيي دايما بقولها، بين أكبر فنان وأصغر فنان ما بيوقف بس الموسيقى، بتوقف الكلمة، هي اللي بتحدد، والمفردات المستعملة. وبعتقد هو الموضوع وين؟ هي ثقافة الشخص بدها تبين من خلال كلمته. رغم كل المتغيرات، كل التطورات، كل التكنولوجيا اللي دخلت يعني مش بس بالفن، بكل مناحي حياتنا، بعد الكلمة هالقد هي أساس، هالقد هي جوهر. ما في شك بعدهم شغلتين أساسيات اللي هن حكيت عنها، الاتصال، وهذا اللي بيحدد ليش كل هالشبكات الاجتماعية متواجدة. بعتقد كل الهدف منها هو اتصال الناس ببعضهم، والكلمة اللي تستعمل، طريقة التعبير مع بعضهم، هي بعد الأهم. بس أكيد بدنا نحرص دايما على هاللغة تضل كمان فيها رفعة شوي. شو سر هالكلمة برأيك؟ شو سرها؟
سر الفيلم بالمطلق يعني؟ ايه بالمطلق. سرها بسيط جدا، انه مثل ما قلت لك هي بنت العقل والفكر، والفكر بيقدر يتواصل مع الفكر الاخر بالتخاطر، وبيتواصل اكثر بالكلمه بشكل واضح. كلمه واحده قادره تغير اذا بدك اشياء على الارض، وواقع معين بتقدر تغيره بكلمه، وبين كلمه سيئه وبين كلمه جيده فيك تغير احيان سلوكية بلد مثل ما هو. في حديث شريف بيقول الكلمة الطيبة صدقة، يعني مثل كأنك لما تقول كلمة حلوة كأنك عم تعطي صدقة لشخص محتاج، أو عم تنشر الخير، يعني عم تنشر فكرة الخير بالمبدأ. كيف بتحصن أو كيف تحمي تجربتك أستاذ مروان من اللي سميته أنا بمقدمة الاستهلاك أو الرداءة أو السهولة؟ لأنه أحيانا فكرة التسويق، هم التسويق، هم الوصول، ممكن يغري بالسهولة، وبتعرف فيك تار وصلوا بأسهل أو بأسرع صحيح الطرق، صحيح ولكن صحيح. تجربة ما بتستمر لما بتوصل مين مين. بسرعة. كيف تحمي حالك؟ ما في شك استاذ زاهي، انت عارف الوضع واضح وصار واضح للجميع يعني، والامور سنه عن سنه عم تصعب، بس عم تصعب بناحيه معينه، وانا برايي هالصعوبه بدها توصل لمطرح ترجع تترك مجال للاشياء الحقيقيه. بس نحن انا بعتقد انه نحن باصعب مراحل، بسميها المرحلة انتقالية، تما تكون استعمل كلمة مش سيئة بهالمرحلة، هي مرحلة انتقالية لشيء تاني، لأنه كل شيء حدث تكنولوجيا والتغييرات اللي حدثت بكل العالم والعالم العربي غيرت كل شيء، ومن أساسهم غيرت الصناعة الفنية بحد ذاتها. ممكن تعمل لحن لكلمة مش مقتنع فيها، يعني لقصيدة يجي مطرب أو مطربة يقول لك يا أخي قد إيه بتريد حق هاللحن هيك بالعربي الدارج، وتقرأ أنت هالكلام تلاقي كلام يعني ما يعبي لك راسك لا مثل ما لا بنقول لا أكيد لا باللبناني. أكيد لا. هو كثير استثناء وقت أنا بلحن لغيري، يمكن 1%، بس حتى وقت بهال1% بدي أنتقي تماما الكلمة، لأنه رجعنا إن الكلمة هي فكري أنا، شو بدي أقول، بدي أقتنع بكل شغلة عم بقولها. كثير مهم اختيار الموضوع واختيار النمط الموسيقي، وكمان احيانا بيصير في اشياء دارجه بالجو انت بتعرفها كمان موسيقيا، بحاول ما اتبع الدارج، لانه المتغيرات بتكون دائما سريعه، بس الاشياء الثابته بتروح وبترجع. امتى بتلحن لغيرك؟ قلت لي مش كتير يعني، او بمعنى يعني لكلام غيري، لكلام غيرك، النص نص نص نص، بس النص يندهني بطريقه احس انه في شيء انا ما قلته، هالنص عم بيقول شيء عني بتمسك فيه، ما في شك. هل يعني سهل الوصول أو التواصل مثل ما حضرتك سميته مع الآخر، والحفاظ على مستوى معين من الرقي، من عمق التجربة، عمق الكلمة، عمق اللحن، الصوت، الإحساس، ما في شك أنه أصعب، ما في شك، لأنه التواصل هو لغة، واللغة المتبعة بدها تكون قريبة من كل الناس. بس في شغلة، أنه مش ضروري اللغة تكون سوقية وعامية جداً، نعم، تتكون مقبولة، فيها تكون شعبية، وفيها تكون كمان فيها نوع من المستوى العالي، لذلك ممكن ما تصيب شريحة كبيرة، لأنه بدي ركز على نقطة، وقت ما نقول الآخر في شرائح من الآخرين. نعم. والآخر مش يعني مش كتلة صماء، مش كتلة صماء، مزبوط، فيك تخترق لأكثر من كتلة، وفيك تكون أنت عم تتوجه لكتلة مع الوقت ممكن تتوسع، بس بدك تنطلق لمطرح أنه تطلع شوي لعند الناس، مش كل الوقت انك تنزل بمعنى انك تسير، لا، المسيره ساعتها بتاذي الفنان. طب هل قدر الفنان الملتزم، ولما نقول ملتزم مش بالمعنى السياسي، عم نحكي صحيح، بالمعنى الالتزام الفني فن، الجمالي، الالتزام الانساني بشكل عام، هل معادله يعني هالالتزام والوصول للشرائح الواسعه اللي بنسميه الجمهور العريض هي هالقد معادله صعبه ولا ممكنه؟ صعبه بس ممكنه اكيد، مش مستحيله. لا لا لا، ابدا ابدا، والاثباتات على هالشيء هالاسماء الكبيره اللي اشتغلت بالموسيقى قبلنا ولهلا، يعني اذا بنقدر نلاقي بشغل بيتهوفن او غيره مقطوعات محفوظه لاي انسان هلا، بتاكد لنا النظريه دائما انه في جمل موسيقيه او في افكار فنيه قادره توصل لشريحه اكبر، بس هي بيكون فيها عامل الفكر وعامل الاحساس. كثير انا بركز على عامل الاحساس، اذا شيء بدق باحساسي بعتبر انه معي بطاقه تعريفي كثير مهمه، وبقدر اخرق من خلالها للناس، لذلك دائما يعني بشارط بعملي انه يكون في مستوى، بس كمان اعمل حساب انه ما يكون بعيد جدا عن فكر الناس. كرمال هيك انا قلت بالمقدمه مثلث الكلمه واللحن والاحساس، ما قلت الصوت، الاحساس وتعمدت اني ما اقول الصوت، لانه اسهل شيء تقول انه الكلمه واللحن، فبالتالي بعد الكلمه واللحن مزبوط في الصوت، بس الصوت ممكن يكون بلا احساس احيانا ويكون كتير حلو،
بس ما يوصل 100%. وفي أصوات بتعرف حضرتك أكثر مني أنه إحساسها عالي وهي يعني مش أصوات كبيرة صحيح بس ما في وصلت شك. ما في شك. وأنا بشغلي بخبرتي كل الوقت من خلال التلحين والتأليف، النجاحات اللي حققتها أكثرية الوقت مع الآخرين كانت مع أصوات جدا حساسة، وأنا بسميها أصوات معبرة، بتعرف تعبر وتوصل حالة الكلمة واللحن، وهيدي أهم. صحيح. نحن طبعا ما بدي ارجع اكرر اللي سبق حكيناه بحوارات سابقه سوا استاذ مروان، ولكن في كثير قضايا ممكن نطرحها الليله بهالحوار على حضرتك، انما رح نتوقف للحظات قبل متابعه بيت القصيد. مشاهدينا نتابع بيت القصيد، صفحتنا على الفيسبوك على اسم البرنامج، باسم البرنامج بيت القصيد. نتمنى انكم تقترحوا علينا اسماء ضيوف من المبدعين العرب من المحيط الى الخليج، وان شاء الله بنقدر تباعا نلبي كل طلباتكم. اي ملاحظات اي اقتراحات بنستقبلها برحابة صدر. استاذ مروان خوري، قبل ما تابع طرح الاسئله على حضرتك بفقره كلام يوصل، رح نسمع اول راي وهو الليلي للبروفيسور الاب يوسف مونس. ليقدس الله أفواهنا، نحن الذين ميزنا من بين الأنام، وهبنا صوتا جميلا وجسدا جميلا، أعطانا كثيرا، لمسنا بأصابعه الطاهرة، وضع بين أيدينا الوديعة المقدسة، له الشكر آمين. مروان خوري أنا بحبه وهو صديقي، أنا كان جاري بجبيل وقت اللي كنت أنا ساكن جبيل، وكان يجي لعندي يعني ونحكي فن وشعر وأدب. أنا بحبش أقول إنه هو فنان رومانسي، بحب أقول إنه فنان رومانتيقي برنسياني من المدرسة البرنسيانية. هو كمان فنان كثير رقيق مثل موزار ما بين باخ وما بين بيتهوفن. أنا بقول له لمروان نحن مسؤوليتنا الحضارية كتير كبيرة، بدك تحملها وتكفي المشوار مع الفنانات والفنانين والشعراء والمبدعين، وبالآخر بدك تصلي، يعني أنا أعطيك صلاة وبدي أسألك وين صارت هالصلاة؟ لحنتها؟ بدك تغنيها؟ أو بعدك تاركها بجارور النسيان؟ مروان أنا بحبك وخليك حامل الصورة المبدعة للفنان اللبناني. نحن بنحبه لبيروانس كمان كثير، هو فنان مش بس رجل فكر ورجل دين. أنا رأيي أحسن جواب على سؤاله ما هيك لك هو إنك بدي أقول له لبيروانس إنه ميرسي على الكلمة، أنا بحبه من قلبي. بير مونس محبتي له مش لأنه رجل دين فقط، أكيد هو بموقعه مظبوط 100%، بس هو إنسان وعلى اتصال بالآخرين، وهيدي الشغلة الأساسية إذا بدك للفكر المسيحي، إذا بدك الاهتمام بالآخر ومحبة الآخر عنده إياها هو عدا عن ثقافته الواسعة. بدي أقول له أنه بدون ما ننسق مع بعض أنه أنا محضر هالقصيدة لليلة، ما هو أحسن جواب أنه تسمعوا إياها، وعذرا إذا نسيت شيء لأنه بعني عم بقراها على الورقة. تفضل. كلنا سمع.
جسدا جميلا أعطانا كنزا لمسنا بأصابعه الطاهرة وضع بين أيدينا الوديعة المقدسة له الشكر له الشكر الشكر الجزيل مروان خوري. بعتقد انه اليوم هيدي احلى هدية للأب مونس وللمؤمنين وللمستمعين جميعا. شكرا. هي اول مرة عم تتغنى على اول مرة حبيت تكون ببرنامجك اليوم. شكرا على الهدية. بقول اني لحنتها بهاليومين هيك بعد مش حافظ الكلام حطيت الورقة قدامي وهيدي غنية هيدا نص انساني بالمطلق وعنالي لألي لانه الفنان فعلا بيعيش هالحالة هيدي وهالمراحل وبيحس احيانا بالبعد وهون منأكد انه الفن هو اقرب شيء من الله بس وقت اللي بيكون الفن حقيقي حقيقي.
يعني سماه أو حملك مسؤولية حضارية بير مونس بمداخلته، يعني اعتبر الفن مسؤولية حضارية، الغناء، الموسيقى، وهو كذلك. قد ايه حضرتك بتعتبره أو بتعيش هذا الفن؟ أنا مؤمن بهالشيء 100% كمسؤولية، جدا مؤمن. ما في شك انه انا برجع بقول انا ماني من الفنانين الملتزمين، بمعنى يعني لا نخبه معينه، لا انا بحاول اكون قريب شعبي. يعني اذا بدك الموسيقى شو بدنا نسميها، الفن الشعبي الى حد ما، بس برجع بنقول بطريقه هيك رايي، بس انا ماني بعيد جدا وبضل اشتغل تعامل هال. بتقول حضرتك يعني بحوار صحافي انك بتعيش حالة تجريب مستمرة ودائمة، بمعنى بتجرب يمكن تختبر الى اخره. قد ايه التجريب مهم للفنان؟ يعني بمعنى ما ينمط حاله بنمط واحد. قد ايه بتعتبر انك قدرت تكسر النمطية، ام بتحس احيانا لا انه في هيك إطار؟ بعدني بهالمرحلة، بعدني بهالمرحلة، وما بدي احط الذنب على غيري، بس الظروف الصعبة هي عكس التجارب والشغل والعمل. ظروف صعبة من أي ناحية؟ الظروف السياسية، الاقتصادية، العامة، الإنسانية بكل المنطقة. كتير مأثر هالموضوع، لأنه في ديناميكية، في حركة بدها تصير بالفن. نعم. مشان تعمل نوع من التغيير، وإذا بدك التجارب مع الزيت، والتجارب ما بتصير مع الفنان وحده، بده دايما يقدم والآخر يتلقى. عملت محاولات بآخر عمل برجعين، اللي انتبه انه في عدة انماط من الموسيقى كان، بس تعرف برجع بقول هالامور هيدي بدها وقتها. بحس انه لا انا بحاجة للوقت وبحاجة لمساحة استماع اكبر، وكأنه مساحة الاستماع شوي ضيقة هالفترة، والناس مش كتير عم تستمع للمحاولات وللموسيقى. ليه؟ ملهية بهمومها بمشاكلها؟ ما في شك ملاحظ هالشي. يعني وكرمال هيك منحس انه في رواج لنوع من الاغنيات اللي فيها كلام سطحي، كلام رجعي اذا بدنا كلام متخلف. الحقيقه كلام متخلف. انا بقول على مسؤوليتي من دون ما اسمي، يعني ما بدي اسمي اسماء لا اغنيات ولا مغنيين، بس في موجه معينه رايحه باتجاه مخيف. صح. اللي بخوف اكثر زاهي هو تقبل مجموعة لها الفن. لأنه ما في شيء بيوصل بدون تقبل شرائح له وناس، معناتها فيها الذوق، فيها الثقافة بهالمرحلة، دائما موجودة هالشيء. بنعرف احنا بالفن في تحت وفي فوق، في محاولات وفي اشياء كانت شعبية بس شوي رخيصة، كانت تعمل ردات فعل ضخمة كتير، بس ولا مرة كانت تعيش هالمرحلة. ما بأكد لأنه ما بتعيش كتير، بس هي موجودة. أنا أكيد هيدا تابع لمزاج الناس، في قسم كبير مش قادر يتحمل أي شيء. نعم. يمكن بيشغل له أحاسيسه زيادة أو بيشغل له فكره، بده الأسهل. وما في شك أنه الإيقاع هو الأسرع لدى الناس بالتقبل. كمان شركات الإنتاج بتحمل مسؤولية، يعني اللي هي بتدعم هالاتجاهات هاي أكثر ما بتدعم اتجاهات جدية وحقيقية. صحيح، بس اللي صار هلا أنه شركات الإنتاج طلعت برات اللعبة نهائياً بسبب الوضع الاقتصادي. نعم. هي برات اللعبة نهائياً، واللي غلطت فيه شركات الإنتاج دفعت ثمنه نهايتها، عدا المشاكل التانية اللي بتتعلق بطريقة التسويق. والنيو ميديا كمان يعني خلت احتكار شركات الانتاج يصير بلا معنى، غير كل شيء. راجعين من سنتين كان تقريبا اخر البوم. صحيح. عملته. صحيح. مش كتير سنتين يعني. انا بطول دايما. نعم. بس هيدا كان كعمل متكامل مع روتانا. نعم. شركة روتانا، بس قدمت ورا منه 2 سيجلز، اغنيتين منفردتين اللي هي ديو مع الين لحوت بعشق روحك، وأغنية تانية كنا اتفقنا قدمتها مع فيديو كليب مع شقيقي كلود خوري الإخراج، وكانت هي تقريبا من شي 4-5 أشهر قدمتها. نعم. بتلاقي صعوبة يعني إنتاج عمل متكامل في هذه الظروف اللي عم بتشير لإلها؟ ما في شك، يعني شغلي كتير غلط وصعبة أنا برأيي يوصل الفنان إنه هو ينتج. هيدا الجزء لازم يضل مختص بحدا تاني. نعم. الفنان ما لازم يفوت لأنه بده يشوش تركيزه واهتمامه. ما بدنا نحكي عن الاشياء الماديه ممكن يوفرها، بس هالقلق هيدا المتابعه عن جد لازم يكون لا مختصين لا شركات. بس للاسف كان الانتاج بالسابق لامراء وملوك من 200-300 سنه باوروبا او غيرها، حتى مش من زمان كنا هون الرؤساء يهتموا، انتقلت لشركات متخصصه، انتهينا اخر شيء بشركات لاصحاب اموال فقط ما عندهم ذوق موسيقي. بعتقد وصلنا لمطرح لمشكلة. دائما منكرر شغلي انه عصر الانوار باوروبا ساهمت فيه البرجوازية الاوروبية ورأس المال، يعني مثل ما تفضلت حضرتك، يعني الفن الكبير ولد ببيوتات الكبرى بقصور الامراء
يعني أين رأس المال العربي المتنور اليوم؟ هذا السؤال. ما 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 في ما في يعني آخر محاولات كانت محاولات بس للوصول للإنتاج بشكل عشوائي ولوصول لمحطات تلفزيونية من ناحية الميديا والتسويق، بس ما في هاجس فني حقيقي. نعم. ومعلش بدنا نرجع، المنتج لازم يكون عنده نسبة كثيرة من الذوق والمعرفة، وإلا العملية كلها سوا بتتلخبط، بصير مجرد تجارة ومجرد سلعة للبيع وبيوقع الفن للشري. وبصير اللي بيقرر بس هو اللي قاعد ورا الكيبورد تبعه على الانترنت واليوتيوب وغيره، هو اللي بيقرر. لا، في لازم يكون كمان في مجموعة بتفهم الموسيقى وهي تقرر كمان. رح نتطرق ونتوسع أكثر يعني بعدة نقاط أشرت لها حضرتك، عرضا منها الثنائيات يعني الدوتات اللي عملتها والغناء الرومانسي اللي سماه بير مونس رومانطيقي، ولكن رح نتوقف للحظات للاستماع إلى موجز إخباري ثم نعاود متابعة بيت القصيد. مشاهدينا، نتابع بيت القصيد صفحتنا على الفيسبوك بعنوان البرنامج بيت القصيد. اقتراحاتكم وملاحظاتكم على الرحب والسعة، نتمنى الانضمام للصفحة لمتابعة أخبار البرنامج وأسماء الضيوف المتوقعين بالأسابيع المقبلة. وبيسعدنا أنه اليوم ضيفنا حضرتك أستاذ مروان خوري، كمان بفقرة كلام يوصل، والكلام اللي بيوصل ما في أكثر منه، من الإعلامية الزميلة مديرة الأخبار بتلفزيون الجديد السيدة مريم البسام. وفي الثالث من شباط ولد مروان، وفي فمه ملعقة من اللحن الموروث المثقول برياح الشمال وطيورها المهاجرة. ولد من رحم جملة موسيقية وقطعة نثر خجولة. وثمة من يشي بأن مروان خوري ضبط متلبسا يحرك أنامله الطرية عزفا في عمر الساعتين، وعندما كان يصرخ جائعا كانت تتلبسه جان الموسيقى، فيطير صراخه من كل أرجائه متحولا إلى رف بلابل. كان هيدا مشروع كتاب عم نعده مروان وأنا مع الأستاذ روبير الصفدي، لكن الموت أحال دون صدور هالكتاب. بهذا الريناه في كثير مواهب مخبية اكتشفتها من خلال لقاءاتي مع مروان خوري. بتمنى على زي وهبي انه هو يكتشفها ويعرف شو هي، لانه ممكن من خلالها انه مروان خوري يقدر يغير المهنة. ممكن يكون مش بس ملحن، مش بس فنان مغني، ممكن يكون في مواهب اخرى عليه على زاهي انه يكتشف شو هي هالمواهب. هيدا هو سؤالي، لانه انا بالنسبه لي اكتشفتها وحسيت انه مروان اكثر من موهوب واكثر من كنز مخبى بداخله. فأنا ما بدي بوح بهذا السر، أنت مروان قوله أو زاهد. شكرا لمريم البسام أولا على المداخلة وعلى المهمة اللي كلفتني فيها الليلة. الله يرحم روبير صفدي. طبعا كان موسوعة تمشي على قدمين. صحيح، خسارة كبيرة، خسارة عامة وخسارة لألي شخصيا. أنا تعرفت عليه وهالقد أخذت منه اشياء رائعه، وهالقد اعطاني قوي لالي بمرحله كان يحملني مسؤوليات، ومكتبته الموسيقيه والغنائيه كانت يعني واسعه. يعني ان شاء الله، وحكينا مع بنته مع عائلته انه ينشغل على هالمكتبه توصل، ما تبقى بطي نسيان، حرام لانه مكتبه رهيبه. طيب مشروع الكتاب اللي حكيت عنه مريم، هل ممكن نبصر النور بطريقه او باخرى؟ يعني هو انكتب حسب ما عرفنا انه انكتب كله، هو اكيد بضم عده فنانين من المرحله الاخيره،
من ضمنهم أنا. والجزء اللي قريته مريم من الكتاب حلو كتير النص. مزبوط حقيقة. والنص هو لست مريم يعني صار في اشتراك بينها وبين المرحوم روبن صفدي. يعني مش بس شاطرة بمقدمات الأخبار وباللسع وباللذع إنما وراء هاللسع يعني في نفس شاعري وراء هاللسع الموجود. أنا ضل أولى لو مريم البسام هي بس عندها فكر فقط سياسي ما كانت برعت هالقد. هي أديبة وفنانة شفافة وبعرف شو عم بحكي. تهيك حتى وقت اللي بتقدم لك اشياء فيها لسع بتشوفها بتلمع وفيها فيها ضوء لانه فيها الفنان اللي جوا متأثرة فيه من ايام الطفوله. ما هيك انتوا في صداقه قديمه يعني. احنا بنفس الضيعه عم بمزح طبعا انا بموضوع التأثر ولكن نحن من نفس. بس بدي اشكرها وقول اني بحبها واقول للناس انه مريم البسام علمتني انه بعد في ناس عندها مناقبيه ومصداقيه وبعدها قضيتهم اللي بيحملوها بوج اي شيء ثاني. هلا بالموضوع الاساسي اللي ما بدنا نتهرب منه انا عارف شو عم تحكي هي نعم بس ما رح يبين على يعني خفف علي المهمه واعترف دغلي. انا رح اعترف ما في شيء بفكروا الناس انه برقص او بعمل شيء. انا كثير باخذ حريتي يعني شخصيتي شوي الرصينه هيدي هي بظهرها للعالم. قاعد بالكادر مروان يعني هالكادر حكمك انه والله مروان خوري الفنان الرصين الراقي الكذا فبالتالي حد من حريتك من عفويتك على الكاميرا ممكن كثير ممكن كثير وما بقول انه هيدا تمثيل بالعكس لانه هو نمطي بيشبه موسيقتي اللي عم بقدمها. بحب اطلع من حالي احيانا بس حسب البرنامج بس اكيد وين بطلع من حالي اكثر شيء ببيتي مع اصحابي ومع الناس المقربين. وقت صرت مقرب هالقد من مريم البسام اكتشفت فيك وجه مرح وجه مرح هالقد بقلد بعمل شغلات. بتقلد مين؟ بتقلد سياسيين ولا بتقلد مطربين؟ بدك يا كل شيء كل شيء بس اكيد هودي ما بيطلعوا مني لانه كثير بدي يكون بمكان هالقد امن وانا برتاح للشخص. هلا كيف حاسس ببيت القصيد؟ بجنن بجنن بس مش لدرجه حاسس بالامان. ان شاء الله يعني بتسيب. انا بتمنى انه احد البرامج اللي يعني اللي فيها هيك هضمني ومزح انه يستغل يسمع هالكلام الليلي وبكره يدعوك لنكتشف هالمواهب. مع انه انا وقت اللي بينطلب مني اشياء فيها عفويه بعت الهم روح انه لا ما بدي غير الصوره. في احيان اشياء بتكون يمكن متناقضه مع حالي بس حتى بالحياه العاديه احيان يي مروان خمليك نحن انت غير هيك انه وكانه الفنان بيعتبروا انه هو نوع من الستاتوي او التمثال وكل أموره جامدة وكلها مثالية جدا. لا الفنان مش هيك. يعني بدي أرجع على موضوع الغناء والغناء. هلأ قبل ما أحكي على الغناء بعرف أنك بترسم كمان يعني إلى جانب الشعر واللحن. كنت ترسم بطلت وقفت الرسم. الغناء الرومانسي اللي تميزت فيه تجربتك قد ايه بتعتقد أنه في حاجة ماسة للرومانسية بزمن استهلاكي بعصر العولمي السريع اللهاث خلف لقمة العيش وخلف أمور الحياة؟ الرومانسية ما بتموت. أنا أكيد هي حالي من عند الإنسان والحلم ما بيموت. بس هلأ ممكن مش كل الوقت الأغاني الرومانسية يكون إلى ذات الوقع. نعم. بعدك حريص على قراءة الشعر وعلى قراءة يعني القضايا اللي لها طابع أدبي. والله خفت أدبي هذا الأمر مع الشغل ومع الموسيقى والألحان. لا بعدها القراية بعدها القراية بس ما بكذب عليك إذا بقول لك شوي من الأدب رايح أكثر على الأشياء العلمية. نعم. أكيد مستفيد كمان بالإنترنت بهالمواضيع. إذا حبيت بالإنترنت هو هالمواضيع وأفوت على جوجل وغيرها. أي نوع من العلمية؟ يعني العلم واسع اليوم كتير. يعني الكوسمولوجي هالأشياء الأشياء الفلكية. بتتابع البرامج اللي فيها توقعات يعني إذا بقدر أقول أسماء محطات بس في محطات. لا لا البرامج يعني بتقدم آخر الاكتشافات بالما يتعلق بالفلك بال لا انا عم بحكي عن توقعات العرافين والبصارين. لا 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 ما بعني فيها ابدا ابدا. لا لا دخيلك لانه بدنا توقعات اقل. نحن ما بدنا نشجع على مزيد ابدا ابدا من هالقضايا. ما في شك ما بنكر شيء بالحياه وهي بقولها ما بنكر شيء. يعني اي شيء بيتحرك بالحياه حتى لو بخيالات معينه انا برايي له خلفيه بفكر الانسان بس اكيد ما بتبنيها 100%. لا بتبنى العلم اكثر بتمنى الاشياء الثابته. وقت اللي بحكي عن الفلك بحكي عن الفلك عن الفيزيكس بحكي عن تابعت قفزة فيليكس النمساوي. هي ما لها علاقة بالفلك هي فيها لا لها علاقة بالعلم لها علاقة بالفيزياء ولها علاقة بكثير إلى حد ما بس هي قصة عرضية والناس التهيت فيها. بس معلش إذا قلت هالموضوع يعني إذا نحكي على الفيزياء عن الفيزياء الكمية الكوانتم فيزيكس أنا شوي مسحور فيها مش عم بحكي هون كمتخصص أبدا بعيد.
وفي تفاصيل كثير ما يمكن ما افهمها، بس عندي شغف انه افهم المطرح، خصوصي الفيزياء الكميه اللي هي فعلا حتى عم بتغالط الفيزياء اللي نحن بنعرفها وماشي عليها. بس لانه انا باعتقادي الشخصي هذا بحتفظ فيه لنفسي، وكانه الفيزياء الكميه عم تتلاقى مع الروحانيات بمطرح، ويمكن القوة غريبة هاي عم بحكيها، بس أنا برأيي مع الوقت حيتلاقوا مع بعضهم بطريقة. بكل حال إذا بدنا نفوت بجدل حول الأمور الفيزيائية نعم. رح يكون الموضوع شائك، خصوصا أنه اليوم في جدل حول إذا كان الزمن رايح ولا جاي، صحيح؟ يعني إذا الكون رايح باتجاه يعني عم يكبر ولا عم يصغر، مش بالمساحة مش بالحجم ولكن الزمن نفسه. الزمن والوقت ونظرتنا للوقت ونظرتنا للحاضر والماضي والمستقبل، وحتى انه يمكن نحن هلا بحاله من بروجكشن، عارض من المستقبل للحاضر. ما بنفوت بالتفاصيل، بس انا بحبهم، عم بقول لك لو ما فهمتهم كلنا سوا صعبناها على حالنا. مش ضروري. خلينا نرجع على الاغنيه اللبنانيه، دائما كان عندها هويه مروان، يعني مع الرحابني، مع فيروز، مع صباح، مع وديع الصافي، نصر شمس الدين، بالجيل الثاني حتى يعني اللي بعدين إلي شويري، ملحم بركات، سلوى، جوزيف عزار، يعني اليوم بتحس انه في هويه للاغنيه اللبنانيه، في اغنيه لبنانيه؟ واذا في مين رموزها، مين علاماتها؟ متواجده ما لنا غيبه، ما فينا نقول انه غيبه. حتى بالاغنيه الايقاعيه اللي عم تتقدم في جزء منها كثير في جزء لبناني مع محيط عربي اذا بدك اكثر. هي منا ببراعه ولمعه وجوده الموسيقى اللي تقدمت قبل، بس إذا بدك أنا حددها للموسيقى اللبنانية بصورة كبيرة، الموسيقى اللبنانية الفعلية هي منا موسيقى إقليمية، منا بس لبنانية، هي متوسطية إذا بدك، وفيها جزء من العالم العربي، فيها شيء من الموسيقى التركية، مش عم بلغي الموسيقى اللبنانية بس هي لا، في أخدي من محيطها، أخدي من جيرانا، إذا مادة إيدها لعند الجيران شوي، متأثرة مثل اللبناني، نحن مجموعة حتى القرب على أوروبا والانفتاح على فرنسا، الموسيقى الكلاسيكية يعني دخلت حتى بتجربة الرحابني نفسهم، هن ما بينكروا هال 100%. وهيدي يمكن في اعتراض عليها كان بالبداية، نحن بعدنا عن الشرق، مش صحيح، نحن هيدي صارت من صميم الموسيقى الشرقية تبعنا، لأنه نحن أخذنا منها الثقافة العالمية كلها سوا. اللبناني عنده هالإمكانيات ووظفها بالموسيقى. أنا برأيي لهاللحظة بتقدر تكون الأغنية اللبنانية هي الأغنية اللي بيستحليها كل الموجودين حوالينا. مين من شو أنا سبق يعني حكينا عن بداياتك بحوار سابق وعن تأثراتك والآخرة، ولكن بالمناسبة يعني مين من كبار شعراء وموسيقيي الأغنية اللبنانية اللي تركوا أثر فيك بمراهقتك، بطفولتك، ببداياتك؟ يعني مين بيخطر ببالك هيك أول ما؟ في كتير، بس نحكي عن الشعر نحكي بكرم عن الشعر، لأنه بلبنان فعلا في مادة شعرية كبيرة، هيدي على الأكيد، إن كان بالشعر الغنائي ولا بالشعر النثري أو الحديث. وتجربتك يعني ما بدي أعطيش هيدي، بس تجارب كلها سوا. بس يمكن تأثرت من البداية بالشعر الغنائي، حسيته قريب للقلب، ميشيل تراد والرحابني ما في شك، وجوزيف حرب و طلال حيدر رائع، بجنن، يونس الابن بمطارح، في لمعات رائعه بالشعر اللبناني، صحيح. واذا بدنا نعد اسماء كثير ما بنخلص، رح كمان مره نتوقف للحظات قليله جدا ثم نتابع بيت القصيد. انا والليل شو منشبه عينيكي، غريب القلب شو بيسال عليكي، أنا والعمر شو منسوى بلاكي، يا شمس الدور هالأرض حواليكي، مشاهدينا نتابع بيت القصيد مع الفنان المتميز الأستاذ مروان خوري، وبكلام يوصل أيضا شاهد من أهله هذه المرة، الزميلة الإعلامية وشقيقتك منى خوري بتقول رأي بحضر جنابك. بعدك حلوة وصرتي أحلى، شو
صدفي ما في أحلى وقلبي يشوفك يا مستحلى قولي لي كيفك إن يمكن أصعب شيء بالحياة لما يطلبوا منك تحكي عن حدا بتحبه هالقد. الأحاسيس والعواطف الكبيرة بتكون بالقلب بتوصل لوقت ولا كلمة ممكن ترجمها، مع أنه شغلتي الإعلام والكلام، بس عن جد قدام الحب الكبير ما في كلام. بس مفروض هلأ بثواني أقول نشكر الله، نشكر الله أنه عندي خي هالقد حنون، هالقد مميز، خي بكل معنى الكلمة، بعواطفه، بأحاسيسه. وبذات الوقت الناس عم تشكرني دايماً، وأنا بشكرك هلأ على هالمراية اللي قدمتها. أنت كنت هيدي المراية اللي عم تعكس الكلمة الحلوة، الكلمة الصادقة، عم تعكس المشاعر الحقيقية، عم تعكس الفن الأصيل. قدي مروان كل السنين عم تقطع، قدي هو متطلب مع حاله، قدي حقيقي، قدي هو متواضع غريب. يعني أحيانا بتعجب إنه معقول كتير هيدا التواضع. يعني أنا صرت عم بعطيه نصيحة إنه لا، مش هالقد، مش هالقد مروان. بمسافة مش كتير بعيدة بسألك مروان، عم بشتغل بالإعلام وأنت قريب وبعيد من الإعلام. أحيانا بحسك قريب وأحيانا بحسك تبعد، ما بدك تتعاطى هالقد مع الإعلاميين، مع أنك بعرف قدي أنت بتقدر كل كلمة حلوة بتنقال وكل كلمة حتى نقد بتنقال. بس راضي أنت عن الإعلام ولا زعلان أو عندك عتب معين؟ شو هيئتها منى عندها فكرة هيك أو حاكي قدامها شيء على الإعلام حضرتك؟ أو فهمتك على الطاير؟ فهمتني؟ لا، منحكي كل شيء. يعني دائما نحن منتبحث الأشياء، بياخذ رأيهم بأشياء كثيرة. بشكرها أختي يعني، وبعرف من قلبها. هلا بالنسبة للناس ما بدي أبين بأحسن صورة أنا قدام الناس، بس لا، بس واضح قد ايه بتحبك وواضح قد ايه فخورة. خلي لي إياها وخلي لي كل الوقت. يعني فعلا أهلي قراب مني كثير كلهم سوا، وبيتعبوا معي، والمراحل الصعبة عن جد بيكونوا عتلانين هم أكثر مني، وبيعرفوني إني صعب مع حالي، لذلك أحيانا بيحاولوا هني يهونوها. قصة الإعلام لا، أنا ببعد لأنه ما بعرف ليش عندي، هو يسميه كسل أو أحيانا نوع من التحفظ هيك، أو بتعب بمطارح، أحيانا بتعب من إذا بعمل مقابلة مثلا خصوصي بالمجلات. نعم. دائما التحوير والكلام، وبصير في ردود على الموضوع. بفضل أحيانا التلفزيون لأنه بقدر أعبر عن بالصوت حالي وبالصورة، ويعني ما يكون في تأويل وما فيك تغير رأيك، ما فيك تراجع إذا غيرت رأيك، لأنه بأكل حال. بشكرك أنه عم بتطل كمان بعد فترة غياب عن صحيح الحوارات صحيح التلفزيونية. بشكرك أنه عم لا خليك، أنا ما بروح إلا مطرح أكون مرتاح، وأنا بحس حالي بهالمطرح أكون مرتاح. ونحن مش بس مرتاحين، فرحانين بوجودك مروان. منحيي من خلالك منى وكل عائلتك وكل محبيك وين ما كانوا. بعرف انه احد يعني المعجبين والمتابعين لحضرتك بالمغرب شادي بن راضية، عامل سيرتك بكتاب. قريت الكتاب وراضي عنه بالاول؟ في عمل اول كتاب هو كان نعم. فيه تقريبا الاشياء هيك الاساسيه، وهلا عمل الكتاب الثاني اللي هو مركز فيه على التفاصيل، وتلاقينا بالمغرب. بدي اوجه له تحيه حب. طيب. ولكل المحبين اللي بكير معه. مش بكير على السيره؟ ايه، يعني على سيره ذاتيه لمروان خوري. هو استاذ اكثر ما هو شوي مستعجل. هو من محبته. ايه. من محبته، وانا ما حبيت اقول له لا انه بكير، بس نعم. هي منا سيره اكثر ما هي عرض لمحبته بالطريقة اللي بشوفها هو بثقافته، لأنه عنده ثقافة وبيقشع الأمور، واللي بيقرأ بيحس أنه فعلا لا، هي عم بيحاول يشرح وجهته ونظرته الأساسية اللي هي الرابط بين الماضي والحاضر، وكأنه هيدا الجسر. بشكره عليها، وهيدي محبة أكثر ما هي أرشيف لألي أو شيء تاني. على سيرة المغرب، منحييه ومنحيي من خلاله كل يعني مشاهدينا بالمغرب العربي الكبير عموما وبالمغرب بشكل خاص. عملت يعني دويتو مع الفنانة المغربية المتميزة أيضا كريمة صقلي، كانت ضيفتنا من أسبوع، وغنيته للدويتو بافتتاح مهرجان موازين. شو اللي جمعك أنت وكريمة سوا؟ اللي جمعنا هو منظمين المهرجان، وبعتقد كان عندها رغبة منها هي، وبشكرها على هالشيء. نعم. قد ما أنا بقدرها وهي بتقدر فني، وحبينا أن نكون، أو إذا بدك المنظمين، أن نكون سوا بالسهرة الافتتاحية بالليلة الافتتاحية. نعم. كان تحية للمغرب وللبنان، يعني كلمات أنا قدمت كلماتي وألحاني واشتركنا فيها سوا، وهي فعلا تحية. بالإعلانات الترويجية ببعض الإذاعات اللبنانية مش عم ينذكر اسم كريمة صقلي،
لهالعمل، يعني بينقال جديد مروان خوري فقط. مش ظلم لكريمة شوي؟ تكون صريح صادق. الأغنية ما نزلتها. نعم. هو صديق، وهو صديق قريب لي بأحد الإذاعات. نعم. ما رح سمي، بركي ازعجته بشي. بيتلفن لي بيقول لي في غنية عندك ديو مروان ويني؟ قلت له ما في. قال لي مبلا، تري سمعها على الانترنت هو. قال لي مبلا ديو مع كريمة. قلت له اوكي هيدي عملناها. قال لي بدي الغنية، بدي اخذها وبدي اعرضها انا. قلت له اذا انت حابب اوكي، بس انا ماني عامل حساب اني اعرضها. اخذها هو وتصرف فيها مثل ما بده، لذلك ما كان من ميلتي انا اني اعرضها باي طريقه معينه. ليه؟ ما كنت مفكر، انه معتبره اغنيه مناسبه، ما اجى على بالي انه اقدمها على الاذاعات. بس يعني مش مقتنع فيها؟ لا بالعكس، بالعكس اغنيه اللي بسمعها وهو حبها كثير. بس اللي بدي اقول انه معلش بسميه هو جو معلوف، هو صديق. هو حبها كثير وفي كثير سمعوا وحبوها. نصيب الخير لجو يعني. أي. بس برجع بقول انه اغنيه خاصه يعني لمناسبه، يمكن هذا غلط مني ما بعرف. لا بعدين ليش يعني ليش نحرموا الناس انهم يسمعوها؟ طالما انه قدمتوها بمهرجان وقدام العالم وقدام الناس، ليش كان في نحرم؟ كان في محاوله من قبل المهرجان انه يهتموا بهالموضوع، ونحن حكينا معهم رجعوا ما بعرف ما كملوا بهالمشروع. نعم. هذا على كل حال هي الغنيه موجوده على الفيسبوك اللي عندي وعلى كل الصفحات، يعني بيقدروا يوصلوا لها. طيب مع كريمه صقلي، مع كارول سماحه، مع الين لحود، شو اللي بيخليك يعني ترغب او ما تمانع بانك تقدم اغنيه مشتركه؟ فيها شيء حلو اساسا الاغنيه المشتركه. عم تشارك ثنائيات بالغرب شائعه جدا، بنشوف كبار المطربين بيتشاركوا احيانا، بينما يعني ببلادنا شوي اقل، خصوصا من لما السينما الغنائيه تراجعت، فتراجعت الثنائيات الغنائيه. المشاركه بكل شيء بالعالم العربي قلت. نعم. ما في مشاركه، ما بعرف ليش هالتضخم بالانا هيدا، وصار في جزر. انا بحس في جزر يعني باتصالاتي الفنية أنا مع مصر، مع المغرب، مع سوريا، يمكن الوضع، بس هي بلشت من قبل، في شيء كان عم يتحضر قبل ما صار هالشيء الكبير، كان في جزر نفسية بين الناس. بكل شيء عم بتقل المشاركة، والمشاركة ما في أحلى منها بالموسيقى، لأنه هي أحلى مطرح أنك تشارك. أنا الأغنية هي بتدلني بالأول أنه هيدي أغنية خرج يكون فيها أكثر من صوت. أول شيء ما بقول لك في جزء منه تسويقي يمكن، بس أنا مش الهاجس عندي، أكيد أنت عم تربح جمهور آخر، بس مش بكل الحالات أنا هون قدمت مع أسماء كتير معروفة، لذلك بعتبر في شيء فني كان بيرضيني إن أنا أتشارك بالإحساس مع فنان آخر. وصدقني جاي الوقت ومش كتير بعيد إنه أنا أقدم مجموعة من الأغاني الجديدة ومجموعة من الفنانين على المسرح، كون أنا وياهم مشتركين بهالشيء. حلو، هكل شيء هذا بيعمل ترويض للأنا، بخفف نرجسية الفنان اللي هي عموما عالية. أوه. يعني أي فنان كان شاعر ولا مغني ولا موسيقي تنفعه مطرح كبير، بس ايه بتضخم كثير، بس برات بتنفجر يعني. ايه. إذا ورمت زيادة يعني. بين هالثلاثة اللي ذكرناهم، مع احترامي للثلاثة يعني كريمة وكارول وألين وكلهم صديقات كريمات وعزيزات، مين الأقرب أو مين هيك الإحساس الأجمل كان؟ مثل ما قلت، بس تشارك إنسان إحساسه بيصير له شيء خاص عندك. نعم. ما في مجال هلا من ضحكتك بدك تجاوب جواب في دبلوماسية. لا ما بقول في كارول. كارول ليش؟ كيمياء، في كيمياء بيناتكم، في كيمياء فنية، في كيمياء شخصية، بس أكثر فنية يعني. بعدين الأغنية اللي شاركنا فيها لمعت وأخذت هالتقدير. صحيح. وما في شك قد ما تحب عملك وقت اللي بياخذ ردة فعل كبيرة عند الناس بتصير أنت تحبه أكثر كمان. في شيء لمع بطريقة خاصة. مروان أنا سعيد جدا بالاستماع لحديثك ولحوارك ولأفكارك وإلى آخره، ولكن بفهم يعني انه مثل كتار من مشاهدينا الليله كمان حابين نسمعك عم بتغني، اذا بتريد قبل ما يدهمنا الوقت، لانه بعد عندنا فقره وحده غير هيدي، فتفضل. بنقدم اغنيه ل كلمات عبد الرحمن الابنودي، الشاعر الكبير. بتمنى يكون بخير، والحان هي ندعي له دائما بالصحه وبالشفاء. خلينا يا رب. انا بتذكر انه حكي عنها لهالغنيه بحوار. صحيح. بحوار معي. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، دايما ننتهي ليه ما
مطرح ما ابتدينا طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور ما بنكتبش الرسائل ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا ولا بنسمع حد طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور ساكنين في عالم يعشق الخطر فيه الطيور تهرب من الشجر وتهرب النجوم من القمر وتهرب الوجوه من الصور بنلف في دواير ندور على الأمان ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان ساكنين في عالم يعشق الخطر فيه الطيور تهرب من الشجر وتهرب النجوم من القمر وتهرب الوجوه من الصور بنلف في دواير ندور على الأمان ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان ندور 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 بنلف في دواير والدنيا تلف بينا دايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور نحلم ونحلم بالحياة المفرحة وأتاري أحلمنا بلا أجنحة بلا أجنحة ندور 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 بجناح حزين مكسور ساعات نشوف العتمة ساعات نتوف النور ساعات عيوننا بالأسى تفرح وساعات في ساعة الفرح شكر جميلة جدا تفضل يعني باللهجة المصرية وباللهجة الخليجية أيضا غنيت أحبة من كلمات الشاعرة جنان صحيح تعدد اللهجات شو بضيف للمغني؟ ما بدي أقول هو من المبدأ السائد بلبنان هو أنه اللبناني نعم يتقن كل اللهجات لا برجع بقول بتقبل هالواقع هيدي ثقافتنا بس ما تكون هاجس انه الوصول للاخر بالمحيط العربي هو عبر اللهجات لا انا اي شيء غنيته اقتنعت بالموضوع غنيت هالاغنيه المصريه لعبد الرحمن الابنودي اللي هي كانت لفيلم وقدمت اغنيتين بس كانوا ضمن اطار محدد لوزاره الاعلام وقتها بمصر كمان كانوا من كلمات والحان غيري وباللهجه المصريه هالاغنيه هي كلمات لصديقه في عدة نصوص وأنا ملحن أكثر من أغنية وقدمت أغاني تانية كمان مثل وقف يا زمن لمطربة اسمها إليسار وصوتها حلو حبيت النصوص اللي عندها وقدمت شيء مختلف وفيها العلاقة أنا وياها الثقافية إذا بدك ونوع من التبادل هيك الإعجاب بالموسيقى وبالشعر لما بتلحن لغيرك بتلحن بنفس الشغف وبنفس يعني هيك الحرص اللي بتلحن فيه لنفسك لأنه معروف عن كتير لما بيكون الملحن
مغني بنفس الوقت ومطرب، يعني في كتار بال يعني بهيك ذاكرة الأغنية العربية أو الغناء العربي، إنه اللي المليحة بيشيلوها لإلهم ولما بلحنوا لغيرهم بلحنوا بأقل. في هالنظرة هيدا وفي هالهيجس هيدا، بس بعدنا عم نقول في قمع للأنا، يعني لا. لازم يكون أحيانا يعني بتعيش حالة صراع إنه والله لا هاللحن يعني ما في شك خليني خليه أنا بغنيه، ليش أعطيه لحد؟ بس تعرف شو اللي موقف هالموضوع؟ بعتبره مهنيتي. نعم عندي هيك أخلاقيات من جوا بتساعدني، بس أكثر من هيك لا، هو مهنيتي، يعني بعرف إنه هالأغنية قد ما هي حلوة بس هي مش لألي، مش لصوتي أنا، هي لحدا تاني. أسهل تعطي لصوت نسائي ولا لصوت يعني ما كان عندي هالشي، بس عم بلاحظ بدون ما أنا أنتبه إنه معظمهم أصوات نسائية، لأنه هن بيجوا لعندي أكثر وبيطلبوا هالنمط الرومانسي، وكأنه النساء أكثر يعني إذا بدك الأصوات الرومانسية بالعالم العربي قليلة إذا بتلاحظها الرجالية، واللي هني أنا اشتغلت معهم يعني وعطينا بنتيجة، بس المطربات هني أقرب لهالموضوع. أحب الأصوات اللي هيك لحنت لها مروان، سواء من الشباب أو من الصبايا، مين بيخطر على بالك هيك؟ والله في كتير، بس دايما بذكرون برجع بعيدهم. نعم. دايما لأنه بضل مقتنع بزيت شيء، لأنه كانوا قراب بالتعبير، فضل شاكر، صابر رباعي، إليسا، في كتير أكيد نسيت حدا، أكيد نسي هلأ، بس اللي دغري خطروا على بالي. طيب نحن على كل حال رح نكمل ورح نسألك خصوصا عن مشاركتك بمهرجانات كبرى خارج لبنان وغيابك عن مهرجانات لبنانية مهمة، بتصور لازم تكون فيها ولازم يكون في يعني فنان بمستوى مروان خوري يكون موجود بهذه المهرجانات، ولكن نتوقف للحظات ثم نتابع بيت القصيد. صايد من حلا عينيك من دفا ايديك كتبت نويلتون، هودي العصايد مش حكي يا روحي، هو بك القصايد هو لك خلم. J'ai envie. Mukarzai. J'ai envie. مشاهدينا نتابع بيت القصيد مع الفنان المتميز الأستاذ مروان خوري. أيضا قبل متابعة المزيد من طرح الأسئلة، فقرة علامة فارقة هي تحية من البرنامج لضيوفه، منشوفها سوا. واثق الخطوة يمشي متكئا على موهبة صافية وعلى محبة زرعها في قلوب مريديه. يمشي ولا ينسى أنه يعلو بالكلمة الطيبة الصادقة التي تصير مفتاح القلوب والمسامع لصوت تغلغل عميقا في الوعي والوجدان. فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت الدقة، عذبني القلب ما عاد بدي اشقى، فكرت نسيت.
فكرت تنسي شو الحب كيف بيبقى فكرت تنسي حتى صوت الدقة عسبني القلب ما عاد بدي يشهد فكرت تنسي فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها وبتبقى دار الأشواق عطور بطل سرقة فكرت نسيت يعني تحية متواضعة كليب مجانا صغير هيك مجانا ميرسي بتستاهل أكثر مروان مثل ما ذكرنا قبل الاستراحة شاركت بالعديد من المهرجانات الكبرى والمهمة خارج لبنان ولكن ما شفناك بالمهرجانات الكبرى في لبنان بحس بنفسك هذا الشيء تشعر يعني بالمثل اللي منردده كلنا أنه لا كرامة لنبي في قومه أو الكنيسة القريبة ما بتشفي أو يمكن هاي الكنيسة القريبة ما بتشفي معقولة يعني نفس الناس اللي شاركت معهم حضرتك بمهرجانات برا غير صح. لبنانيين شاركوا ب خلينا نشوف مرسي. شو بوكي ورد لاحظ جنابك ومع رسالة لو سمحت افتحها وقراها من واضح أنها من الميادين احترامي وتقديري مروان ككروان خوري كراهب إنك أيها العزيز أستاذ مروان كروان جيلي بدفء الصوت وأناقة الموسيقى وراهب برقي أخلاق ومجانبة الميوع أهلا بكم في الميادين محبتي توقيع غسان بن جدو الأستاذ غسان بن جدو إذا شكرا لزميل الأستاذ غسان بن جدو على بوكيه الورد اللي أرسل لك إياه كتحية وترحيب بحضرتك هو أستاذ بكل شيء أستاذ بثقافته بمكانته الإعلامية وبإنسانيته هيدي قبل كل شيء من أول ما بلشت وكأنه ما بعرف عم بيقدم لي حب دائم مجاني وبأكثر من مقابلة ووجودي اليوم هو كمان تأكيد كمان لمحبتي لإله لمحبتي لإلك زاهي ولمحبتي لغسان بن جدو كمان أهلا وسهلا فيك ويا رب يوفقكم مروان خوري بتستاهل كل 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 خير برجع على النقطة اللي كنا عم نحكي فيها قبل ما تداهمنا بوكيل الورد إنه إذا في مهرجان هيك بلبنان اليوم عم يسمعنا إدارة مهرجان أي المهرجانات اللي بتحب تشارك فيها أو اللي عينك عليها المهرجانات الأساسية معروفة زاهي اللي هي بعلبك بيت الدين صور يمكن ما كان في مهرجان هالسنة جبيل بيبلوس نعم طيب مش غريب انه ما يكون مروان خوري بهالمهرجانات بلا بتضايق بينه وبين حالي بس بدي اقول شغلة المهرجانات انا تقريبا فيني اقول انه بكل المهرجانات العربية اشتركت بعرف انا هذا انا كرمال هيك عم بسألك وتم الاضاءة علي من اول محاولة يعني بال 2004 كنت بعني مقدم كل القصايد كنت بمهرجان قرطاج اللي بدي اقوله انا بحمل حالي مسؤولية دائما بتسويقي بوصولي بالطريقة اللازمة لأي مكان بس بزعل وقت اللي بيلتقطوني برا اسرع ما بيلتقطوني هون بدي اقول شغلي ولو اخذت شويه وقت بس حاول اشرحها منظمين المهرجانات والقيمين على المهرجانات هن ناس مسؤوليتهم كثير كبيره لانه هو منه امبريزاريو منه شخص بس بيجيب فنانين وبيعبي مقاعد لا هي القصه اكثر من هيك المهرجان بالذات باي دوله وخصوصا بلبنان هو اطلاق لاسماء معتمده وثابته وهو اطلاق كمان لمواهب جديدة وتجارب إذا بدك تقول صحيح. جديدة لازم يتضوى عليها عبر المهرجانات لا هو صورة لبنان صورة من يعني صورة للبنان للفن اللبناني الحقيقي للتجارب اللبنانية ما في شك يعني المشرفة مش هايصة يعني مش كرنفال مش سياحي هايصة. مزبوط. مش هايصة مظبوط أنا بتمنى أنه إدارات يعني المهرجانات وبعرف أنه دائما كانوا يلتفتوا لبرامجي وينتبهوا لضيوف اللي يكون مستضيفهم صحيح برامج فأتمنى أنه يسمعونا مليح الليلي
على صفحتك بالفيسبوك بموضوع آخر أستاذ مروان، تطلب من محبيك عدم التطرق إلى مسألتين، إلى السياسي والدين، ليش؟ هودي من الأشياء الكتير خاصة يعني. وقلت أنه السياسي هي في لاعبين لها، ومعتمد كلمة لاعب يعني، وبالدين هي لربنا دخيل اسمه. لذلك كل إنسان بيأمن على طريقته، ولو ربنا شاء أنه يكون في دين واحد كان بيكون في دين واحد. لذلك هالتنوع هو غنى بحد ذاته، وأنا بحترم هالشي. بس وقت اللي منفوت نحن لخصوصيات كل دين، بتخاف يخرجوا عن يعني عن الأصول بالتخاطب، على حساسيات كتير دقيقة، في حساسيات بحكي أي إنسان بأي موضوع بالدنيا، بس تفوت على معتقداته السياسية والدينية كأنك عم تجرح شيء. بيقلقك التناحر الديني والطائفي والمذهبي اللي حاصل اليوم بالمنطقة، ونحن بقلب العاصفة، بعين العاصفة اليوم للأسف يعني. بخوفني، بس هو برجع بقول في مراحل لابد منها بدها تصير، وهي نوع من الصراع لتغييرات، إذا بدك مثل المخاض، مخاض لابد منه. بس هو من أصعب المخاضات ممكن تصير خصوصي بالدين، لأنه برجع الأمور كتير خاصة بكل شخص، وكل شخص عنده معتقداته. وأنا مع الإيمان بالمطلق، وأنا مع الدين بالمطلق لأنه نظم الناس، بس في جزء صغير اللي هو بس نروح صوب التطرف، وكأنه منوصل بهالمطرح أنه العقل بيبطل يقشع بحكمه. حكي الحال، وإذا اختلفت الديانات فالإيمان بيوحدنا، يعني إيماننا بإله واحد المصدر الأساسي هو الإيمان، هو اللي بيوحدنا. مروان، مش خايف على لبنان؟ بتغني حضرتك خايف على الإنسان، رغم كل اللي عم بصير، رغم كل اللي صار، مش خايف على لبنان؟ هذه قناعة حقيقية ولا أغنية كلام؟ ما في شك انه هي قناعه 100%، لانه مرق مناسبات كثير سياسيه واحداث كانت في انقلاب يعني، ما حبيت اعبر فيها باغنيه، حبيت اعبر عن شيء ما قالوا عليه، اللي هو قناعتي الذاتيه انه لا، لبنان ما بيروح، واي وطن هو ثابت وباقي. ما بخاف على مصيره كارض وك كجغرافيا كتاريخ، بخاف على الانسان، لانه هو الانسان اللي بيحرك هالوطن. لا، انا بشوف انه بخاف على لبنان من المنهجية والفكر الموجود حاليا وطريقة أبنائه بحل الأمور. يعني عن جد بحس أنه الموضوع الأخلاقي كتير لازم ينحط تحت المجهر، وما عندنا مشكلة سياسية، معلش بقدر أقولها شخصيا، ما في مشكلة سياسية بلبنان، في مشكلة أخلاقية. بعتقد أنه يعني مضطر وافقك يعني أنا على هالنقطة، بحس أنه يعني وللأسف السياسي ما فيها أخلاق هو كمان، يعني هذه أحد أسباب أزماتنا. كيف تتفاعل كمواطن وإنسان عربي ولبناني مع ما يجري اليوم في العالم العربي؟ هذا الشيء اللي سميناه مخاض، كيف بينعكس عليك كفنان وكإنسان؟ ماشي، بتفاعل بعروقي، بدمي، بتفاصيلي، بفوت ببنياني. تتابع أخبار؟ بتقعد قدام الشاشات؟ أنا ما بحضر كثير أخبار، لا، لأنه الاضطراب اللي بيعمل لي الأخبار، مع أنه صديقتي مريم البسام يعني إيه، بس أنه ما بحضر كتير الأخبار، بنزعج. يعني اليوم اكتشفنا أصدقائك إعلاميين غير فنيين، يعني كل أصدقاء مريم البسام غسام من جدو، أنه مش أصدقاء بالإعلام الفني والثقافي بقدر ما هني أكثر بالإعلام السياسي. هذا شرف لألي، هذا شرف لألي. عندك عندك اهتمامات سياسية مباشرة بالمعنى المباشر للكلمة؟ مش مباشرة، بس هو السياسي شو هي بالنتيجة؟ هي حال الناس، أمور الناس، من هالناحية إيه بهتم. ما بتابع الأحداث اليومية لأنه بتقلقني وبتتعبني، بس الأحداث المفصلية ما في شك أنه بكون موجود، بيهمني أعرف من أشخاص عندهم عمق بهالتجارب، بعرف منهم، بحاول حل لوحدي. بس رقابة أنه أحيانا عم بتكون تحليلاتنا نحن الناس العاديين أفضل من تحليلات السياسيين. ليه؟ يمكن لأنه هن غرقانين باللعبة السياسية. لا، ولأنه مضطرين يكذبوا أحيانا، مضطرين يقولوا أشياء ربما غير اللي بحسوها وغير اللي اللي بيعيشوها تتماشى مع المصالح اللي بيجسدوها. يعني رغم كل المشاكل، رغم كل الأوضاع العامة وهالمخاض اللي حكيت عنه مروان، منشوف أنه الأغنية العاطفية لا تزال هي الطاغية في العالم العربي، بينما الأغنية الاجتماعية، الأغنية السياسية إلى تراجعت كثيرا. بالغرب منشوف أنه في أغاني يعني كالكلمات بتتناول قضايا متعددة متنوعة. شو تفسيرك لطغيان الأغنية العاطفية على غيرها؟ طبيعة الإنسان الشرقي أم أشياء أخرى؟ بركي هي جزء من الكبت اللي عنا، عدم التعبير
عن المكنونات التانية، وكأنه الأغنية العاطفية هي المسموح فيها وبتعبر فيها عن كل شيء بدك. بعتقد كل تجاربنا السياسية بالأغاني كانت تقابل بالقمع، يعني فيها الكبت بالتعبير عند المواطن العربي، ونتيجة اللي عم بيصير هو ردة فعل على هالكبت الكبير. يعني بتلاحظ انه قد ايه في مشاكل اقتصاديه اجتماعيه معيشيه، ما في تعبير سياسية عنها، ما في تعبير عنها مزبوط. يعني وحتى اذا حدا اجى غنى وعبر والى اخره ما بتنتشر، صحيح؟ لا بالاعلام بيعطوا حقه، لا الناس بيقبلوا يعني بي بي بحماس على هالنوع من الاغنيات. انا اذا بدي اقول اخر اغنيه هي اغنيه مش خايف على لبنان، في اغنيه ثانيه اسمها الحدود اللي هي بتحكي عن وضع انساني. اخر اغنيتين انتبهوا لهم بالسي دي، بزعل على هالموضوع، بس ما في شك لازم الفنان يحاول، وما فيني انكر تجارب كبيره لفنانين اخرين. يمكن انا مقصر بهالموضوع، وما بقول لك انه انا بهالمرحله في كتير محاولات بيني وبين حالي انه اكسر هالجليد هيدا وفوت على مواضيع تانية، بس بعتقد شغله انه بهالخضم هيدا الاحداث يمكن بيكون الحدث غالب على اي شيء، يمكن التعبير بيجي بمراحل. يعني ما في شك انه هناك تجارب رائده بهالمجال، يعني حتى المسرح الرحباني مليء بالقضايا الاجتماعيه، مرسال خليفي، احمد قعبور، الشيخ امام واحمد فؤاد نجم بمصر، خالد الهبر الى اخره، من عد اسماء كثيره، ولكن يعني حالات ما تحولت الى ظاهره. يعني الاغنيه العربيه، بس نقول الغناء العربي، اول شيء بيخطر على بالنا واللي هو راسخ هو الغناء العاطفي، والحبيب والحبيبي والمشتاق والمشتاقة. يعني هذا المزاج العربي، في مزاج طربي عنا، بينما بتشوف بالغرب يعني ألمع النجوم بتشوف أنه عندهم أغنيات طبعا عاطفية والآخره، ولكن عندهم أغنيات لها طابع اجتماعي انتقادي إلى آخره. بدنا نرجع للمجتمع وكيف بيفكر المجتمع، كيف بينتج فنانينه، كيف بيتعامل مع بيتفاعل مع فنانينه، وكيف المجتمع حتى بينتج زعمائه. هذا السؤال يعني كبير، بس بتركه لحالي. لو في موضوع هيك بعدك ما تطرقت له، او بتحس انه ما حدا تطرق له بشكل مثل ما لازم، اي موضوع هيك ممكن اليوم تكتب وتغني عنه؟ في كتير صدقني، هلا بيني وبين حالي في اغاني كتير هلا موجوده عندي، موجوده وعم اشتغل طبعا عليها. زياد الرحباني، يعني فاتني اذكر اسم زياد الرحباني، احد ابرز الاسماء يعني بهالمجال هيدا. صحيح، بس في مواضيع كثيره، بس في موضوع مع محبتي للناس العاديين، بس بدي اقول للناس اللي مسميهم عاديين والغالبيه الصامته، انه هن بصمتهم بيقرروا الاشياء، ما يستهينوا بصمتهم، وقت يتحركوا شوي تغيرت اشياء. بس بدي اقول، ما بدي فوت حديث الثورة وهالاشياء، الثورة تغير، بس ما قبل الثورة اهم. الناس هي بتصنع، برجع بقول هالكلمة، بتصنع زعيمة، بتصنع السياسيين، وبتصنع كل شيء حواليها. ما نفكر انه الاخرين والزعماء هن جزء اخر جاي من العالم الخارجي، هن جزء من هذا المجتمع ومن هذا الشعب ومن هؤلاء الناس. بموضوع اخر ومختلف تماما، هل صحيح انك رفضت تعطي لحن للفنانة اليسا بألبومها الاخير؟ لا، حكينا كثير بهالموضوع، وكان شوي بالاول كان عندي تردد، كانت فكرتي واضحه انه ابعد شوي، لانه ثلاث البومات ورا بعضهم بحس انه ثلاث تجارب ناجحه، بحس فنيا انه ببعد، وانا دائما اللي براقبني بعمل هيك دائما. كان في علي شويه اعتراض، وانا نتيجه الاعتراض قلت لا، مستعد كفي، لانه الناس شايفين هالنجاح، بس معلش كانت فرصه مش اكثر من هيك، لانه يعني قدمتوا اعمال ناجحه. ما في شك ناجحه جدا. هل ممكن نرجع نشوفكم؟ على الاكيد، مش ممكن، على الاكيد، على الاكيد. تجربتك مع السيده ماجده الرومي كيف بتقيمها؟ تجربة غنية فنيا وتجربة غنية إنسانيا وبالأشياء اللي بنتبادل فيها، وهي تجربة خاصة لأنه تقريبا أكترية الأغاني كانت عم بتكون من كلماتها هي وألحاني، وهي عم بتحب أنه أنا طرز هالكلام اللي عندها. وآخر أغنية هي هيدا لبنان أو أهلا وسهلا سمتها، هي آخر شيء اللي قدمتها بآخر مهرجان من ألحاني أنا. في عدة أشياء وبنبسط معها، سواء الأغنية حققت انتشار كبير أو لا، بنبسط بهالتعاطي هذا. قبل ما نطلب منك يعني بمسك الختام غناء، خلال استقبالها لك ببرنامجها، السيدة أصالة كانت مصرة وحريصة جدا على إقناعك بفكرة الزواج، حتى أنه يعني بعض الصحفيين كتبوا عنها أنها تحولت إلى خاطبة لمروان. من محبتك طبعا. من محبتها. أقنعتك سؤالي، أقنعتك أصالة بفكرة الزواج؟ هي أمي مش قادرة تقنعني بالموضوع. هل عندك خوف مروان على حرية
هويتك الإبداعية من المؤسسة الزوجية؟ لا لا ما بدي أقول هيك. شو بدك تقول؟ وأنت أكثر واحد تفهم يمكن بهالموضوع. في شيء جهوزية نفسية من مني أنا بدها تكون. أنا كأني بعدني مش جاهز، والعمر وعدد السنين ما قدروا هن يقنعوني. هن سنين بيقنعوك والتجارب بيقنعوك أكثر من أي شخص حد منك. حتى برجع بقول لك أمي اللي بتتمنى أنه تكون أنا مجوز وعندي أولاد هلأ، ما في شك أنه الفكرة عم بحطها براسي، عم بقولبها براسي تتصير أقدر أتحرك فيها بجسمي وبعقلي. أنا بشجعه يا ستنا إذا عم بتشوفينا أغنية تم النصيب اللي بعدها ما انطبقت عليك. قالت أصالة أنها لم يعني غير مناسبة لإلك ولصوتك. هي قالتها بطريقة وهي عارفة تماما كيف قالتها. هي عم تحكي عن ذكاء جدا، قالت لي في أغاني من أولى بس هي مش نحنا مزبوط، بس بيكون فيها نوع من اللمعة، سوري بعتذر، فيها نوع من اللمعة، وهي أدت هالنوعية من الأغاني، وبالعكس قالت لي كثير بحب أسمعها منك لأنه نمطها مختلف عن بقية الأنماط اللي كانت مقدمة. مروان خوري ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ في كثير. ما بعد وما بعد. كلنا بأحلامنا عن جد، بأهدافنا عنا هالشيء. ولا لحظة بنتصور انه خلصنا، لانه هي تركيبتنا، هي طبيعتنا، الطبيعة تبعنا. في اشياء كثير بتمنى اقولها، في بس عن جد برجع بقول انه بتمنى المعطيات المحيطة فينا تساعدنا. بدي اقول اذا ما كان في زمن قابل للابداع وما في الشروط الكافية للابداع، احيانا كثير في مبدعين يمكن بينطمسوا بيغيبوا عن عن الواجهة. تفضل لو سمحت سمعنا مسك الختام. ما لا يمل وما بينشبع من الحديث مع حضرتك، ولكن بالآخر في آخر مثل ما بتقول السيدة فيروز. تفضل واسمح لي أنا بهالوقت أشكر المشاهدين اللي تابعوا هالحلقة، بتمنى أن تتابعونا دائما. أشكر فريق عمل برنامج المخرج علي حيدر، غادة صالح، يارا أبي حيدر، سحر حامد، نيكول كاماتو، وخص بالشكر الليلي غسان بن جدو على ترحيبه بمروان خوري وعلى باقة الورد اللي أرسل إلى البرنامج. و قبل ما تصبحوا على خير نستمع معا إلى مروان خوري. صوتك وجهك عطرك شعرك لمسة ايدك عم تندهلي، شايف فيك وعم بتأمل يكبر مرة.